السلعاوي أسطورة من أساطير كرة السلة المصرية، واحد من أبرز من لعبوها في المحروسة، مشوار طويل مع السلة داخل مصر وخارجها. بدأ مشواره من القاهرة ومنه للأهلي الذي اختاره وفضله على كل العروض التي وصلت إليه. ضيفنا الليلة واحد من اللاعبين أصحاب البصمة الكبيرة، واحد من النجوم الذين صنعوا شعبية كرة السلة في مصر، بات رمزاً يشار به إلى كرة السلة، كان بعبعاً لكل الفرق، مجرد نطق اسمه في الملعب كان يرعب المنافسين. هو هداف من طراز خاص جداً في الدوري المصري وفي الأولمبياد وفي كل مسيرته. السلعاوي عبر مسيرته حقق إنجازات كبيرة وخطف بطولات مثيرة وانتصر في مباريات بلا حدود. تعالوا نرحب بالنجم الكبير محمد السلعاوي على شاشة الأهلي. كابتن سلعاوي، أهلا بك مع المجري.